كده يا عبد الجليل يا اخويا؟ ده انت اخويا الكبير وانا بحترمك، تقف ضدي وتعصي اهل البلد عليا؟ اعمل لك ايه يا ابواب؟ ما انا شايفك عمال تبيع في بلدك واهلك وناسك. الفلوس عمت عينيك ولا ايه؟ لازم تفهم ان اللي انا بعمله ده لصالحك. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا ابواب، واشرب الشاي قبل ما يبرد. يعني يا عبد الجليل يا اخويا، انا عايزك تدور الحكايه في راسك وتشوف مصلحتك. مصلحتي؟ انا مصلحتي هي صالح اهل البلد. انت اللي فكر في كلامي، لانك بكره هتندم، هتقول يا ريتني سمعت كلامك يا عبد الجليل اخويا. انا مش فاهم ليه ده كله، شويه انت وشويه عصمت بيه بتحذروني عن عبوط السباعي. عمل لكم ايه عبوط السباعي؟ راجل زي الفل وعايز المصلحه للجميع وليا وللناس. اكده، خليك راكب راسك، سياريتك هتودي روحك وبس. لا، هتجر اهل البلد في رجليك ومعاهم ولدك يا ابو هاب. انا هعمل اللي فيه صالحي ما دام ما بيضرش حد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تبقاش تنسى الكلام اللي قلته لك يا ابو هاب. ايه انت ماسك في يدك دي ليه؟ مش هتكبر وتبقى راجل وتفرحني بيك ولا ايه؟ ايه ده؟ يا واد عايز تقف ولا ايه؟ عايز تمشي بدري؟ بس كف يدي. هتقعد تطبطب على عيالك دي؟ هيطلعوا مدلعين. ايه يا غريب؟ مش هتروح لخالك ولا ايه؟ ولا حليت لك قعدة الدار؟ انا مع عيسى فوتكم واصل. تعرف يا جميلة، لولاش خايف على زعل خالي الحاج عبد الجليل ما كنتش فوت البيت واصل. واني الود ودي تقعد جنبي العمر كله، بس لازم تروح لخالك. خليك انت، انا هشوف مين. طيب يلا بالدب يا سيدي، بطل دب، انا جاي اهو. هريدي خير. احمد واد خالك عاود عن نجع النهارده، وجابر واد العمده ناويله على نيه. جبت الكلام ده منين؟ سري، كان عن جابر في الارض النهارده وسمعت الحديث اللي ضار بناتهم. سري؟ وانت عارف سري ده ما يدخلش في موضوع الا ما يكون فيه خراب. اوعاك يكون خد باله منك. لا ما تخافش، هو ما خبرش اني سمعت حاجه واصل، بس انا قلت اجي اقول لك قبل ما ياذوه. والشيخ عبد الجليل ما يستاهلش كده. عشت يا هريدي. همشاني علشان لازم اعاود قبل ما جابر يوعى لغيابي. متشكر يا اخوي، مع الف سلامه. سلام. خير يا غريب؟ خير ان شاء الله، انا واصل البيت الحد. السلام عليكم. خل الحاج وين يا فاطمه؟ مالك يا غريب؟ بقول لك خل الحاج وين؟ جوا. ايه مالك يا غريب؟ فيه ايه؟ روح انت يا فاطمه. حاضر يا ابوي. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هريدي سمعه وبلغني بيه طوالي. هما علموا منين ان احمد جاي؟ حد من اصحاب جابر وعاله وهو يركب القطر وبلغه. يعني لساه جابر مصمم على اللي في دماغه من ناحيه احمد ولدي. اكيد يا خال، ومش بعيد يكون بعد حد قطر احمد وركب معاه القطر كمان. ولك ايه يا جابر؟ والله والله ما تقدر تمس شعره من ناحيه احمد. شور علي خل حج وانا تحت امرك. و القطر يوصل سوهاج امتى؟ بعد ساعه من دلوقت. اسمع، كلم جماعه ابو ستيت يخلوا كم راجل منيهم يركبوا القطر ورا احمد. ابو ستيت يعرف وزين ويكون معاهم سلاح. حاضر يا خل الحاج. وقول للرجالة اللي بيشتغلوا ويانا يسبقوني على المحطة. طب افرض يا خال حد من رجال جابر قال عقله وعامل حاجة كده ولا كده، نعمل ايه؟ ما تخافش يا غريب، مش هيقدروا. ولازم احمد ولدي يرجع بيته بالسلامة وبعدها يحلها الف حلال. طب
تأمرني بحاجة تانية خال الحاج؟ لا، روح اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر يا خال، بالإذنك. الله عال يا جابر، تطاول على عمك وولد عمك. طيب اما نشوفها تقدر تعمل ايه، انت ولا ابوك؟ مين يا بنتي؟ ده الغريب يا امال، ومالك عامله كده؟ ما خبراش بس باين له كده في حاجه واعره قوي. ربنا يجيب العواقب سليمه. ام يا بنتي خلص الوقت. حاضر يا امال. شفت يا امال؟ تهاني هتتجوز. ما هو ده اللي واجع قلبي ومخوفني يا بنتي. تقصد ايه؟ كان عندي امل اخوك يعاود ويصلح كل حاجه. دلوقتي لو تهاني اتجوزت جابر مش هيسامح ابدا، والدم هيبقى بينه وبين اخوكي. جابر هيفضل وراي حد ما يقتله. يا مري، ما انت فاكره ربنا يحلها من عنده. سيب اللي في يدك وروح اعملي الشاي لابوك وللغريب. حاضر يا امي. صعبان عليا جو البنت تهاني، بس ما عرفاش اعمل لها ايه. ومين سمعك؟ داني مش قادره اوريها وشي. واني وانتي خبرين كديه هي رايده اخويا احمد. النصيب يا بنتي، وما فيش هروب من المكتوب. يعني هي اللي اتجوزها دي احسن من بنت عمه فيه. اللي حضر يا بنتي، اما نقوم نعمل لهم الشاي. بعدين معاك يا نهله، هتفضلي عامله في نفسك كده لغايه امتى يا حبيبتي؟ اللي حصل حصل وخلاص. بعدين انت مش اول واحده تتطلق. ما تزعليش مني بقى، انا حاسه ان انت اللي تسرعتي. ما تسرعتش في اي حاجه. اللي حصل ده كان لازم يحصل ومن زمان. ولما انت عارفه ان اللي حصل ده كان لازم يحصل من زمان، ممكن اعرف بقى مزعله نفسك قوي كده ليه؟ معلش يا سلوى، اللي انا فيه كمان مش سهله ابدا عليا. طب ممكن تنزلي تقعدي معايا بقى شويه في الجنينه عشان طنطا قلقان عليكي جدا. لا معلش، عشان خاطري انا مش قادره اقعد مع اي حد، انا عايزه اقعد مع نفسي وبس. خلاص يا ستي هسيبك لوحدك، بس هستناكي تحت. القعده لوحدك مش كويسه، وانت في وسطنا اكيد الامور هتبقى اهون. هحاول، ويا ريت ما تتضايقيش مني. انا اتضايق منك يا نهله؟ اقصى عليكي، احنا اخوات وصحاب، انت مش مجرد اخت جوزي وبس. انا عارفه، متشكره قوي على تعبك معايا. ايه الكلام العبيط ده؟ انا ما عملتش اي حاجه، انت حبيبتي. بقول لك ايه، انا هنزل دلوقتي وهقول لطنط انك بقيتي زي الفل وكويسه، وهتنزلي تشربي معانا الشاي في الجنينه. اوكي؟